أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أيا كنتم حسب التوقيت، إذا كان في الشرق الأوسط أو في أمريكا الشمالية أو في أستراليا. أهلا بكم جميعا، وعلى الإنترنت نيشن يعني وورلد وايد، أهلا بكم جميعا. اليوم مضيفكم اليوم يوسف حبيبي، ومع الأخ تشانت. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدين قناة الآرامية. أهلا وسهلا. طبعا اليوم عندنا موضوع لم يطرح على حش الأرامية قبل سابق، وموضوع طبعا بنشترك فيه معنا جميعا: هل الإسلام بحاجة إلى إصلاح أو إعادة صياغة، وهل من وسيلة لذلك؟ طبعا الموضوع متسع وشامل، واللي طبعا قرأوا التاريخ الإسلامي وشافوا المصلحين في الإسلام حاولوا عبر العصور والخلفاء الراشدين وما قتل منهم وليش قتلوا وأشياء كثيرة في الإسلام. في ناس كل ما بتيجي حركة معينة بتحاول إنها تصيغ، في ناس ينادوا يقول لك الإسلام هو دين فقط ولا دخل له في التشريع، خلي الدولة تشرع قوانينها الخاصة، والإسلام دين يدعو إلى الإخاء والمحبة والإسلام، ولا تدخل في الإسلام في السياسة في المجتمعات، خلي لحاله. ففي ناس كتير حاولوا زي ما ذكرت الإصلاح. حركة الإصلاح الإسلامي، والذي يعرف أيضا بالإسلام التقدمي أو بالإسلام التقدم الإصلاحي أو التجديد الإسلامي، تدعو لإصلاح أول شيء الخطاب الديني ونبذ الخلاف المذهبي والتعصب الطائفي والابتعاد عن التقاليد الممتزجة بالخرافات والأفكار الدخيلة على الإسلام. وفي نفس الوقت كانت تلك الحركة تدعو لفهم الإسلام فهما جيدا عن طريق إعادة فهم وتفسير القرآن والسنة واستخدام الأدوات الفقهية التقليدية مثل الاجتهاد والقياس والإجماع وغيرها، من أجل صياغة مشروع إصلاحي على ضوء المعايير العلمية العقلانية. افهم معي عزيزي المشاهد، المعايير العلمية العقلانية والنظرية الاجتماعية الحديثة، المجتمعات اللي بنعيشها حاليا، وذلك لتجديد الخطاب الديني بحيث يلبي متطلبات العصر الجديد ويؤمن حركية جديدة للمجتمع الإسلامي. فما يراه بعض الإصلاحيون اقتداء المسلمين بالمسلمين الأوائل من الصحابة والتابعين الذين اجتهدوا في مستحدثات عصرهم وكانوا أكثر مرونة. طبعا الموضوع متسع كثير وقابل للنقاش كثير، والمكالمات التليفونية مفتوحة من أول البرنامج، اللي عنده فكرة عايز يشارك فيها لموضوعنا لو سمحتم ما تدخلوا موضوع ما إلها دخل بموضوع الحلقة. موضوع الحلقة: هل يحتاج الإسلام إلى تجديد، إلى صياغة جديدة، إلى وسيلة للتجديد والتحديث؟ طبعا كان في إصلاح في تاريخ الإسلامي من المسلمين نفسهم مش من خارج الإسلام، وفي حركات معاصرة زي حركة الإخوان المسلمين، الحركة الليبرالية الإسلامية، وكمان في سياسة وشخصيات ومؤسسين وإصلاحيين جدد، مراجع كثيرة كانت بتنادي في الإصلاح، الإصلاح في صدر الإسلام نفسه، الإصلاح في التاريخ الإسلامي، الإصلاح في العصر الحديث. يعني ظهرت العديد من الحركات اللي تعتبر إصلاحية على مدار التاريخ الإسلامي، الحركة الإصلاحية في العصر الحديث مثلا في الهند أو في مصر. واحدة من العديد من الحركات التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر مثل العلمانية واللا إسلاموية والسلفية في ردة فعل للتغييرات السريعة في ذلك الوقت، كقيام الحضارة الغربية والاستعمار في العالم الإسلامي. كل هذه الأشياء ابتدت كأنك جايب غربال بتحطه فيه دقيق وتنقيه ويتغربل وترمي اللي ملهوش دخل بأي شيء وتستخدم النافع. هل هذا فعلا مصدر يجوز تطبيقه على الإصلاحات في الإسلام والركود في الحياة الاجتماعية والدينية؟
البعض يعني تبنوا نظريات الغرب العلمانية ونظر وفصل الدين عن الدولة. هذا شيء يعني خلينا نتحدث عنه، هل يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام أم لا؟ يعني أشياء كثيرة موجودة في التيار اللي التقي مع التيار الوهابي، فتنقية العقيدة من البدع والخرافات، وفي بعض منهم كمان يقول لازم ننقي الحديث من الأحاديث الضعيفة ونرميها على جانب لأنها فيها خرافات كثير يعني وما تأيد أي شيء. ففي كانوا من المسلمين نفسهم حاولوا أن يظهروا الإسلام بثوب جديد بشكل جديد، وطبعا أنا عارفين من 4 من الخلفاء الراشدين راح قتلوا خلال أفكارهم وإصلاحاتهم اللي حاولوا فيها الإصلاح. أخ تشانت، هاي اللي عندك فكرة عن أي حركات حديثة إذا كان في مصر أو في أنحاء العالم حاولت الإصلاح وما كانت النتيجة؟ أوكي، خليني أعلق على الكلام اللي قلته. بادئ إذا بدأ الإصلاح يأخذ أشكال مختلفة حسب كل وقت وعصر. أيوه. الإصلاح مثلا، حركة الإصلاح اللي صارت في المسيحية هي لأنه مثلا بجيب مثال خارج الإسلام علشان الناس تفهم ما هي حقيقة الإصلاح. لما صار الإصلاح في المسيحية لأنه الكنيسة أخذت دور غير الدور اللي مرسوم إلها، لا إلها من الإنجيل. فالدور الكنيسة كان دور روحي، كان دور أنه هي تتابع الشعب روحيا، مو الدور أنه هي تقود المجتمع سياسيا اجتماعيا أكثر مما ينبغي. فنتيجة هذا اللي التدخل اللي صار، أو نتيجة أنه الكنيسة أخذت حبت تأخذ حجم أكثر من حجم المسموح إلها، لأنه المسيحية حياة. أيوه. أنت عارف المسيحية هي إيمان وحياة طبعا، وليس الدين وعقائد وشرائع وأعمل هذا عشان الله يرضى عليك. فبداية الإصلاح كان في المسيحية لأجل إحياء روح الإنجيل ما يقوله طبعا. الإنجيل. بالتالي حركة الإصلاح في المجتمع الغربي أثمرت ثمار جيدة. المشكلة في الإسلام، حضرتك قلت قبل شوية أنه هل الإسلام دين ودولة؟ هل يمكن فصل الدين عن الدولة؟ لا يمكن طبعا، لأنه الإسلام المسلمين نفسهم، اسأل أي مسلم يقول لك الإسلام دين ودولة. الإسلام دين ودولة، فلا يمكن فصل الإسلام عن الدولة. دليل كلامي، خلي أي واحد من المسلمين مثلا يترك الإسلام أو ينكر الإسلام أو يهجر الإسلام أو يقول أنا الإسلام هذا دين مش عاجبني، ما هي النتائج؟ ما هي التبعات القانونية والاجتماعية على حياة هذا الإنتقامية؟ ممكن يؤدي إلى تصفيته جسديا. والإسلام دين ودولة، خير مثال داعش، دولة الإسلام اللي بيقيموها يعني، لأني أنا سمعت هم بيقيمون شرع الله يعني. طيب، ما أنا سمعت حاليا من أصدقاء كثير مسلمين معي يقول لي نعم، هذا مش من الإسلام. أوكي، فإذن إذا كان هذا مش من الإسلام، ليش الدول اللي تستطيع أن تقول عن نفسها معتدلة تقوم بوحدة واحدة وتقول ما هو الإسلام الصحيح؟ إذا كان الداعش، احنا أتمنى يعني واحد يعرف لنا الإسلام بالضبط، يعني تعريف محدد ما هو الإسلام الصحيح. كيف تجاوب؟ أنا راح أقول لك، أنا راح أقول لك مش من الإسلام. داعش مش من الإسلام، القاعدة مش من الإسلام، الحركات الشيعية مثل حزب الله وميليشيات الشيعية الآن في العراق كثيرة. يعني جامعة الدول العربية أن حزب الله حزب إرهابي اليوم اليومين فاتوا. هذا يعني صدر قرار ان كل الدول العربية تطبق عليه الا ما وافق عليه لبنان او العراق في تحديد. طيب، هل حزب الله يقول عن نفسه انه هو لا يقيم الاسلام؟ لو تسأل اي واحد من حزب الله يقول لك انا اقيم الاسلام الصحيح. وهنا المشكلة بصراحة، المشكلة وين تبدي؟ انه انت جاي تصلح، على شو راح ترتكز في اصلاحك؟ هل على القرآن، على السنة، أم على ماذا؟ الآن في ناس في حركات إصلاحية تنويرية، الآن بنسمع عن ناس اسمهم قرآنيين، نسمع عن ناس بيقولوا عن نفسهم أنه هم
ما ياخذون بالاحاديث ولا بالتفاسير، ياخذون القران فقط. وهذه هذه محاوله، لانه من بعد ما بدت بدت التقنيات والانترنت والفضائيات تناقش امور الاسلام وفتحت الكتب الاسلاميه وفتحت كتب التفاسير وعرف ما موجود بها، الان المسلمين انفسهم بيتنكروا لهذه الكتب. وصحيح بخاري كان في مصر يضرب به المثل، يقول له احنا غلطنا بالبخاري، يعني نص مقدس. الان اليوم المسلمين يعني اسهل ما عنده يقول لك البخاري هذا. والان انا بسمع بالفضائيات اسلاميه، البخاري كان اعمى وما كان يعرف عربي، وهذه حقيقه يعني انه كان اعمى وما كيف جمع هذه الاحاديث. وحتى تقنيا انا ما بعرف كيف انسان يجمع 60,000 حديث وينقيهم ويشيل من عندهم، هذا كم سنه يعني علشان يشتغل هذا الشغل يعني. وبعدين هذول اللي روى الأحاديث، يعني أنا ما بعرف لو أمسك أحاديث محمد أقسمها على حياة الدعوة تبعت محمد يلزمني أكثر من 23 سنة دعوية في حياة محمد. المشكلة وين؟ أبو بكر الصديق، أنت جبت سيرة الخلفاء الراشدين، كان يحاول يعمل إصلاح، لأنه بعد ما مات محمد في مسلمين قالوا الزكاة لله والرسول، والرسول خلص مات، على مين ندفع إحنا؟ فما كان بدهم يدفعوا. فأبو بكر انطلاقا من الفكرة اللي براسه أنه هو بيصلح ما هذول المسلمين رادوا يفسدوه، أوكي. فبالتالي قام بهذا الشيء. عثمان بن عفان قام بجمع القرآن، لأنه الجيش الإسلامي هو أبو بكر اللي بلش جمع القرآن، هذا جمع الأول. الجمع الثاني والنسخ عثمان اللي عملها. الجمع الأول كان على نسخة وعطيت إلى حفص، إلى حفصة نسخة واحدة. بعدين الجمع لما لأنه صارت مشكلة عندما غزل الجيوش العربية الإسلامية، لما غزت أرمينيا اختلف الجيش الإسلامي في مسألة القرآن. العراقيين كانوا يقرأوا القرآن على قراءة أبي بن كعب، السوريين كانوا بيقرأوا القرآن بن مسعود، فاختلفوا في القرآن فاقتتلوا. حتى كتب قائد الحملة إلى الخليفة قال له الحق هذه الأمة لأنها يعني اختلفت بالقرآن. تركوا الـ 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 الحرب والوقتها الغزو اللي كان مقرر على أرمينيا ورجعوا عن هذا الغزو بسبب الخلاف ما بين المسلمين على القرآن. فعثمان كان هذاك الوقت بيصلح مشكلة حقيقية صارت عند المسلمين، إلى هي وإلى وهي القرائن المختلفة أو المصاحف المختلفة. فبدأ يجمع القرآن وأخذ كل ما هو مخالف وسرح لها الزيت والخل والنار، فأحرق وأتلف المصاحف التي تخالف المصحف اللي ما بين إيدين المسلمين اليوم. نزل على 7 أحرف ولا هذه مخطوطة يعني. شوف في كتاب اسمه المصاحف للسجستاني يتكلم عن 27 مصحف مختلف، أوكي. ويتكلم حتى عن المصحف اللي اليوم ما بين إيدين المسلمين، أنه الحجاج بن يوسف الثقفي غير 11 آية يذكر الآيات بالتفصيل ويذكر التغيير شو اللي صار به. فمثال علي بن أبي طالب قال لا، حلف يمين أنه ما يجمع، ما يحط الرداء على جسمه ولا يطلع برا البيت إلا يجمع القرآن. فلما جمع القرآن ورتبوا حسب نزوله تاريخيا، ودى القرآن أعطاه إلى, إلى, إلى عثمان، فوافقت عيني عثمان، فتح مصحف علي ووافقت عثمان بن عفان. نعم، وأبو بكر كانوا هذا في أول الوقت يعني. وافقت عين عثمان على المشاكل ما بين الأنصار والمهاجرين في قرآن علي، فأغلق القرآن قرآن علي وقال له لعلي كفنا شر قرآنك. فكفنا شر قرآنك، هذا مش كلام من الله. فالمشكلة هنا، نفسه علي بن أبي طالب بالمناسبة قال لمحمد لا تجادلهم بالقرآن لأن القرآن حمال أوجه. وأنا أعتقد برأيي هذه هي المشكلة الحقيقية. القرآن شو حمال؟ حمال أوجه. شو معنى هذا؟ ممكن الآية تنقرأ تنفهم بمعنى وممكن تأخذها بمعنى ثاني. وحتى القراءات، مثلا أعطيك مثال، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، الشيعة يقولون وكنتم خير أئمة أخرجت للناس. فهو بيتكلم عن الأئمة والأمة. فهذا مثال بسيط عن الاختلافات. فالمشكلة دائما في كل زمان ينشأ حركات إسلامية تحاول الإصلاح قدر الإمكان. أيوه.
فمثلا حكيت عن الإخوان المسلمين، الآن يروج في كل الفضائيات وحتى على الأنترنت أنه حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين هو يهودي وله ارتباط بالماسونية ومش عارف. أنا ما بعرف يعني لو المسلمين يعني لو كان يصح لهم يقول لك في وقت عثمان كانت ماسونية وكانت إسرائيل وأمريكا، ما التاريخ الإسلامي منذ البداية في هذه المشكلة؟ ولا علش قامت الحروب الإسلامية الإسلامية؟ علش صارت معركة الجمل وهلك فيها من هلك وقتل فيها من قتل؟ معركة الجمل كانت بين عائشة وعلي وفريقين مسلمين وقتل الألوف من عندهم. بعض المراجع تقول مات من جيش عائشة 20,000 وبعض وحتى من جيش علي نفس الرقم تقريبا. المشكلة أنه في القرآن يقول لك الذي يقتل مسلم مؤمن جزاءه جهنم خالدا فيها. فأنا ما بعرف الأخوة المسلمين يعني شو بيفكروا عن الناس اللي ماتوا في الحروب الإسلامية الإسلامية. واليوم ما زالت الحروب الإسلامية الإسلامية قائمة. خير مثال العراق وسوريا. العراق وسوريا الآن عندك بالعراق داعش يحكم في موصل والرمادي والمناطق المناطق اللي حواليها، وعندك في سوريا الرقة وغيرها الميليشيات الشيعية الحشد الشعبي وغيرها، واختلفت الأسماء لكن الجوهر واحد، المقصود واحد. كلها هي منظمات شيعية تقاتل داعش السنية. وداعش طبعا ما يقدر يسوي شيء الآن، كل اللي يقدر يسويه يرسل السيارات المفخخة لقتل الشيعة، هذا هو الهدف. فالآن شو اللي يصير بالعراق؟ شو اللي يصير بسوريا؟ مسلم يقتل مسلم. واليمن نفس الشيء، واليمن وليبيا ومصر في سيناء، وكل الحركات اللي بين قوسين إصلاحية أو إسلامية هم بيحكوا عن حالهم هيك يعني انهم مسلمين، يعني هذا الاسلام الصحيح. داعش قال عن نفسه هو الاسلام الصحيح، القاعده قالت عن نفسها هي الاسلام الصحيح. طيب خليني ارحب معنا على السكايب الاخ محب. اهلا وسهلا، مساء الخير. خير، اهلا بيكم باخونا الشانت، ربنا يبارككم ويستخدمكم. كمان معي على السكايب الاخت رشا. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. طبعا انت ما اعرفش ان عندكم فكره عن موضوعنا النهارده، هل يمكن تحديث الاسلام او اصلاح الاسلام او اي سبل لاصلاحه ليعطوه وجه حديث علشان يواكب الايام التي نعيشها، الايام الحديثه، اذا كانت التكنولوجيا او العصر في التقاليد واشياء كثير. هل السؤال تبعنا، هل يمكن إصلاح الإسلام؟ هل يمكن للإسلام أن يقدم بصورة جديدة بوجه جديد غير العصور السابقة القديمة والعصور اللي مر فيها الإسلام؟ طبعا الإصلاح في صدر الإسلام، في التاريخ الإسلامي، في العصر الحديث، وحركات معاصرة زي ما قلنا، حركة الإخوان المسلمين، الحركة الليبرالية الإسلامية، وناس بتنادي العقائد والأفكار، يقولوا إصلاح التشريع الإسلامي نفسه، وناس بتنادي أن حتى ينفصل الدين عن الدولة انفصال كامل عشان يصبح الإسلام له وجه جديد. السياسة، انتقادات شخصيات، مؤسسين إصلاحيين جدد كثير حاولوا أن هم يقدموا الإسلام في ثوب جديد، لكن لازلنا نحن اليوم نعيش في شيء يعني مؤسف يؤسف عليه، إذا كان في اليمن، إذا كان في سوريا، أو في العراق، أو في تونس، أو في مصر، في شبه صحراء سيناء، وحركات لا حصر لها موجودة، وكل حركة منهم بتدعو إلى تجديد معين، إلى نهج معين، إلى سياسة معينة. أخ محب، علق شوي على الإصلاح اللي بدنا نصلحه. أنا مش عارف بصراحة، يعني أي إصلاح إحنا نتكلم عن، يعني احنا يعني هل نصلح الاسلام برجوع المسلمين الى مصادر الاسلام الاساسيه من قران وسنه واحاديث وفقه؟ بالنسبه للاحاديث، في بعض منهم قال خلينا نلقي الاحاديث الضعيفه بعيد، نرميها برا لان ما لهاش دخل فيها، خرافات كتير
ما لهاش دخل في الإسلام. في بعض منهم قال الشريعة ما تحكم دولة، خليك أنت في الدين وسيب الدولة تشرع لحالها وتطلع بقوانينها، هل هذا ممكن؟ كأننا بنبحث عن إسلام أو بنبحث عن مسلمين بدون إسلام، يعني إخواتنا دول اللي عايزين يلغوا السنة وعايزين يلغوا الأحاديث وعايزين يلغوا الشريعة وعايزين يلغوا، دول كأنهم بالضبط عايزين يخلوا هناك عالم إسلامي بدون إسلام، وهذا لا ولن يمكن. أنت خلصت موضوع الحلقة خلاص. رايت. الأخت رشا عندك أي فكرة؟ أول حاجة أحب أقول إن تجديد الخطاب الديني أيوة بيستعلى ده كمان شيء بيقولوا عليه حاليا أيوة فضلي. بيسترد على حديث قال الرسول بيقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والحديث ده أخرجه أبو داود والحاكم وصححه. تغيير الخطاب الديني زي ما حضرتك اتكلمت مع الأخ شانت إن مش ممكن إن هو يحدث لوجود مشاكل أو آيات تخالف الاتجاه هذا الاتجاه في القرآن نفسه. يعني إحنا حتى لو يعني أنا وافقت معاك على إن الواحد ممكن إن هو يغير يعني يستبدل الأحاديث أو يحاول تجنب الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموتورة ويتجنبها ويحاولوا ينقحوا أو ينقحوا الكتب التراثية، فهناك مشكلة، والمشكلة دي هي القرآن نفسه، لأن القرآن نفسه في آيات قتل وآيات عدم تناغم مع الآخر، يعني عدم التعايش مع الشخص الآخر. فبالتالي لو إحنا حتى جددنا الخطاب الديني بأننا منعنا الأحاديث أو نقينا التراث، فكيف يمكننا أن ننقي القرآن؟ يعني حضرتك بتتكلم على نقطة مهمة، الحركات اللي طلعت بتتكلم على الخطاب الديني كل ماذا ما هي بتزداد إرهابا وتزداد تعصبا وتزداد عدم قبول الآخر. ليه؟ لأن هما حتى لو يعني لغوا في فكرهم أو تجنبوا التفسير أو الأحاديث، هناك آيات قرآنية نسخت كل آيات السلم والتعايش، وهذه الآيات موجودة في القرآن، فهيشيلها ازاي؟ تاني حاجة هو ان أيوة. هو في مشكلة ان بالنسبة لي ان التهدنة مع الاخر دي كانت اخر هدنة قبل موت الرسول، فبالتالي مفيش اي هدن يمكن ان هي تتعامل مع الاخر. يعني مثلا ما ينفعش ان هو يلغي آية موجودة في القرآن أو حكم آية موجودة في القرآن بهدنة، أو بأنه هو يعمل ميثاق مع ناس معينة. ليه؟ لأنه هو آخر حاجة في القرآن وعلى موت الرسول خلاص، يبقى احنا أخذنا التشريع، التشريع قد تم واكتمل بعد يعني بعد نزول آخر آيات واكتمال القرآن، وبعد ما خلصت آخر هدنة كان عاملها الرسول. فبالتالي مش ممكن يحصل أي نوع من تجديد الخطاب الإيجابي اللي حضرتك بتتكلم عنه، لكن ممكن يكون تجديد خطاب سلبي، يعني يزداد عنفا ويزداد قتلا ويزداد إرهابا، وعشان كده تطلع منظمات زي منظمات إرهابية زي داعش وزي جبهة النصرة وبيطلع ناس إرهابيين يفجروا في أمريكا التوين تاور اللي موجودين في نيويورك وغيرهم. ليه؟ لأن كل ما زاد يعني كل ما حاول إن هو يجدد الخطاب الديني بيجدده بتعصب أكتر للنص القرآني، ومش بتكلم على الأحاديث. شكراً.
في سؤال للي جاوبوا منكم انتم الثلاثه، ماذا فعل أتاتورك في تركيا؟ أتاتورك حاول يعطي تركيا وجه علماني جديد يستند بعيدا عن الدين، وطبعا لتكون تركيا مقبولة من العالم الغربي من العالم الأوروبي. هل الإصلاح اللي قام به أتاتورك أين هو؟ كان إصلاح فعلا بعيد عن الدين أو مع الدين؟ وأين تركيا اليوم؟ حد منكم يدخل معي في الموضوع ده، وعشان برضو بيكون في موضوعنا، وبعدين خلينا ناخد فاصل وبعدين نرجع للسؤال ده، أتاتورك وتحديث تركيا العلمانية. فاصل ونرجع إليكم، ابقوا معنا. يمكنك الآن مشاهدة جميع قنوات شبكة البث الآرامي عبر آيباد وآيفون. ما عليك سوى الذهاب إلى آب ستور وكتابة ABN SAT. سوف تظهر لك جميع قنوات شبكة البث الآرامي، قناة الآرامية بالعربي، قناة لترينيتي شانل، قناة التسبيح، وقناة السورث، قناة دكراد للمسيح، قناة القدوس، قناة الصلاة، وقناة خاصة إلى أوروبا والشرق الأوسط. للمزيد من المعلومات أرجاء الاتصال بنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد هذه الوقفة القصيرة، وحديثنا اليوم عنواننا هل الإسلام يحتاج إلى إصلاح، وما هي السبل إلى إصلاحه إذا كانت في سبل. وطبعا كان معنا ضيوف في البرنامج، الأخ محب والأخت رشا والأخ تشانت معي في الاستوديو هون. وقبل فترة الانفصال حكينا عن تركيا. أتاتورك وحاول يصلح، طبعا نعرف ان تركيا تاريخها الاسلامي موجود من العثمانيين واللي احتلوا الشرق الاوسط كله في ذلك الوقت، وبعدين لما انتهت الدولة العثمانية واجا أتاتورك وقام باصلاحات شاملة عشان تصبح تركيا دولة علمانية. اين تركيا من تلك الاصلاحات، واين تركيا اليوم من تلك الاصلاحات؟ اروح لمحب. طبعا انا صراحة وانت بتتكلم انت فكرتني بالحديث الخامس اللي جه في كتاب اسمه كتاب الحدود. ايوه بس ركز معايا، انا مش ببعد عن الموضوع بس ركز معايا. طيب يقول لك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنى، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم. خلي بالك من الحتة دي. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذ فيها آية الرجم. يعني ايه علاقة أتاتورك بالكلام اللي انا بقوله؟ أيوه. أتاتورك يا سيد الفاضل حط ايده على الاسلام. أيوه. مش حط ايده على آية الرجم، حط ايده على الاسلام وطلع للناس اسلام من غير اسلام. اللي حصل بقى ان جه الاخ المصلح، أتاتورك ما كانش مصلح، أتاتورك كان بيفسد الاسلام. لما جه الاخ المصلح اردوغان رفع اليد اللي كانت بتداري على الإسلام وأظهر وبين الإسلام على حقيقته، حينما ساعد تنظيمات مثل تنظيم داعش والنصرة وإلى آخره من التنظيمات الإرهابية التي تقتل وتقطع وتشتهي وتغتصب نساء وكل هذه الأمور هي الإسلام. أخت رشا عندك أي تعليق على تركيا الحديثة وحاولوا الإصلاح أن يقدموا تركيا دولة حديثة للعالم، وأين تركيا الآن؟ أتاتورك يعني كانت فترة الحكم بتاعه تقريبا من سنة 1923 لغاية 1923. أيوه. حاول أنه يبعد الإسلام عن الدولة، يعني الدين عن الدولة، زي ما
يعني كل الناس نفسها أو الناس المصلحين نفسهم أن تبتعد الدين يبتعد الدين عن الدولة. لكن هذا نجح زي ما قلت لحضرتك فترة الحكم بتاعه من 1923 لغاية 38، يعني فترة الحكم كانت قليلة جدا. طب إيه اللي حصل بعد كده لتركيا؟ رجعت تركيا مرة تانية إلى حاكم بيعيد الإسلام مرة تانية إلى تركيا. هي المشكلة مش إن احنا نلاقي واحد مصلح، مشكلة إن احنا نلاقي تغيير فكر ناس مصلحين وتبتدي فكرة الإصلاح تمتد ويبقى في مجتمع بينادي بهذا الإصلاح. يعني عندك حضرتك في مصر مثلا في ناس بينادوا بالإصلاح وفكر تغيير الخطاب الديني. حصل إيه؟ واحد زي إسلام البحيري نزل بعض البرامج علشان يغير الفكر الإسلامي أو يغير الفكرة إن الإسلام في إرهاب فيه وفيه. واحدة زي فاطمة نعود تكتب مقالات إحنا مش عرب، العرب دخل على مصر. حصل معهم إيه؟ الاتنين دلوقتي اتحكم عليهم بالسجن. واحد حصل يعني في موقف مثلا حصل لسه من كام يوم، احمد الزند وزير بالظبط حصل معاه ايه؟ ان هو قال كلمه، الكلمه دي اقلوه بسببها. احب اقول ان الزند كان ضد تعديل قانون ازدراء الاديان في مصر، يعني هو كان ضد الاصلاح. لكن حصلت زمه اللسان ده هي وقع في فرقه، يعني في الحفره اللي هو حافرها لنفسه. يعني هو حاطط نفسه مصيده ووقع فيها هو اول واحد. يعني عندنا اربع اطفال اتحكم عليهم بخمس سنوات سجن بسبب 30 فرقه اتعرضوا ومش معروض بسبب ان هم عرضوهم، ده فيديو مسرب واخد بالك. اخر واحد فيهم كانوا اربع اولاد، منهم ولد كان اصغر من السن القانوني، طب مراتك مؤسسه عقابيه لصغر سنه. فبالتالي احنا مش بنتكلم على هل يمكن تجديد الخطاب الديني، لكن هل يوجد مجتمع مصالح للخطاب الديني. مش بتكلم على اقليات، اقليات الثقافه دائما اقليات في المجتمعات، لكن هل هناك حركة عامة لتجديد الخطاب؟ في كتير ناس بيكتبوا وفي ناس كتير بيتحركوا في يقولوا احنا عايزين نجدد الخطاب الديني، لكن هل النتيجة ان بيتجدد الخطاب الديني ام لا؟ لا يوجد تغيير للخطاب الديني بسبب ان الشارع العربي، الشارع المصري، الشارع الشرق اوسطي قد تم غزو افكاره بسبب الفكر الوهابي الذي غزا أفكار الناس. فتحول المجتمع إلى مجتمع هو غصبا عنه عنده شكل إسلامي متعصب، وفي نفس الوقت خايف يغير هذا الشكل الإسلامي، لإما هيفقد هويته. تحولت شكل التغيير لهوية الإنسان، مش عايز اغير الخطاب الديني لان انا كده هفقد هويتي. فبالتالي انا برفض الحته اللي انا مش عايزها، اقول لا دي مش في الاسلام، والحته اللي انا عايزها بفضل متمسك بيها واقول لا انا ما اقدرش ان انا اغير ده وما اقدرش ان انا اغير ده. فتغيير الخطاب الديني لا يقام على حدود افراد. تغيير الخطاب الديني لازم مجتمع لتغيير الخطاب الديني. شكرا. أنا بنبه على الإخوة المشاهدين إذا كان عندهم أي تعليقات معينة، أفكار معينة عن موضوعنا. أنا عارف أن موضوعنا من طريق حديثنا يصل إلى طريق مسدود، لأن بنوصل إلى القرآن نفسه وبعدين نقف بدون حل. لكن إذا كان عندكم أي فكرة اتصل بالبرنامج، يقول أنا عندي فكرة معينة، عندي تعليق معين، عندي سؤال معين، بس خلينا في الموضوع اللي احنا فيه. هل الإسلام يحتاج إلى إصلاح؟ وإذا كان ما هو السبيل إلى ذلك؟
طبعا مش لاقيين احنا لحد دلوقتي ما لقيناش ولا طريقه ان احنا نصلح. عندك اي فكره نروح بالنسبه ننتقل لسؤال اخر؟ للاصلاح خليني بس انبر على شيء مهم. أرهد. هو لما عمل الاصلاح غير اللغه التركيه من الحروف العربيه للاتينيه. لا والقوانين ما كانتش الشريعه. وبعدين هو يعني انا ببعد المجتمع التركي عن لغه القران، عن حروف القران، عن عربيه القران، فبالتالي هذا اصلاح. اليوم انا بعتقد مثلا اذا انتهى الصراع في سوريا، اعتقد بشار اللي راح يسويه اول ما يسويه هو انه كان قبل المشكلة في سوريا وهذا النزاع الداخلي في سوريا كان في أكثر من 10,000 مركز ديني لتحفيظ القرآن. أنا أعتقد بشار هذول المراكز راح يعملهم شيء ثاني. يعني الأفضل أنه المجتمع ما يعرف. بعدين مثل ما قالت أختنا رشا، أنا بأكد على كلامها، أنه في كل حقبة زمنية بتلاقي الفكر الإصلاحي يعني يتبدل. أعطيك مثال، مثلا عندنا بالعراق قبل 100 سنة جميل صدقي الزهاوي شاعر، وكان هو هو مصلح اجتماعي وشاعر وعنده آراء، ويعني وهو بصراحة حتى عنده آراء فلسفية رائعة جدا. هذا الرجل اتكلم عن السفور وقال الحجاب هذا تخلف وتأخر، ويعني حتى عنده قصيدة أنا أقرأ مطلعها يقول اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم، كل شيء إلى التجدد ماض فلماذا يقر هذا القديم، اسفري فالسفور للناس صبح زاهر والحجاب ليل بهيم، اسفري فالسفور فيه صلاح للفريقين ثم نفع عميم. لو تكمل القصيدة تلاقي بيسرد انه هذا الحجاب شيء قديم، وهذا الان المصلحين او الاخوان المسلمين اول ما تكلموا عن الاصلاح في الاسلام والمجتمع المصري الحجاب، وتلاقي ارجع كده شويه بالصور في مصر في الاردن في العراق طلاب الجامعات تلاقي البنات كلهم ما لابسين حجاب بالسبعينات، كل الناس بيلبسوا على الموده بيلبسوا شيء حلو شيء انيق. الان اخذ الصور لخريجين الجامعات او المجتمع المصري الاردني العراقي تلاقي الناس كلها لابسه حجاب ولابسه وحتى مرات بتلاقي لابسه الحجاب من فوق ومن جوا ما في حجاب، من جوا في موديل على الموده الغربيه. فما هو الاصلاح؟ جميل صدقي الزهاوي شاف الإصلاح إنه المجتمع يترك هذه الأمور القديمة والحجاب. الآن المصلحين ثاني يقول لك لا، الإصلاح هو إنه تلبس الحجاب. المشكلة أعتقد هي في النص القرآني. في شيء عن الحجاب في النص القرآني؟ طبعًا، ما المسلمين بيأخذوا بعض الآيات ويقول لك هذا تتكلم عن الحجاب، مع العلم النص القرآني ما يتكلم عن الحجاب. في كتب كثيرة كتبت عن الحجاب كتب، بس في هل في شيء نص قرآني بيحكي عن اللباس كيف تتحجب السيدة؟ ما هو يقول وليضربن بخمورهن على جلبابهن وخمورهن على صدورهن، وبعدين يأخذون المسلمين اليوم هذا اللبس الشرعي من وين جابوا؟ يأخذون النص القرآني بتحوير انه هذا يقول كذا، مع العلم النص القراني لا يقول. لذلك بعض المسلمين قالوا هذا الحجاب ليس من القران وليس من الاسلام. ومحمد سعيد عشماوي اعتقد هيك اسمه كتب كتاب حجيه الحجاب وحجيه الحديث، ويتكلم عن الحجاب هذا شيء غلط. واصلا الحجاب خليني اقول لك شيء، الحجاب اساسا في عهد عمر او اللي نعرفه من حادثه عمر هو ليس للعفة، وكان للتفريق ما بين الأمة والحرة. عمر لما كان يشوف الوحدة شاف أمة لابسة حجاب ضربها قالها تتشبهن بالحرائر. طيب إذا كان الحجاب عن العفة فليش الأمة مش متحجبة، وحتى عورتها هي من السرة إلى الركبة، يعني حتى من فوق صدرها ممكن يكون طالع ما في مشكلة يعني. فإذا كان الحجاب هو للعفة فهل الأمة هذه ما بتغري المسلم يعني؟ فهذه مشكلة، هذه إشكالية. وبعدين الإصلاح كيف يتم إذا في نص قرآني على مر الزمان ينتج
إرهابي؟ يعني هم داعش أول المسلمين ولا القاعدة ولا الحشاشين ولا غيرهم؟ لو تلاحظوا التاريخ الإسلامي، على مدى التاريخ الإسلامي حركات إصلاحية بين قوسين إسلامية تريد تقيم الإسلام الصحيح، ما بعرف إذا في إسلام خطأ وإسلام صحيح، أنا ما بعرف، بس هم هيك بيقولوا، فتريد تقيم الإسلام الصحيح. فشو المشكلة؟ أنا بعتقد في النص القرآني، النص القرآني هو المصنع اللي يفرخ إرهابيين على مر الزمان وعلى مر الوقت. أوكي، خلينا نأخذ اتصال من مروان. أهلا وسهلا فيك، تفضل. مساء الخير مروان. يا مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل. بالنسبة للإصلاح الإسلامي، لا يوجد إصلاح إسلامي. أوكي. مستحيل. طمنتنا أنت دلوقتي. يا بعض المسلمين حاولوا يصححوا الأحاديث، مثلا مثل الأحمدية. الأحمدية أنكروا قتل المرتد. أيوه. لا يوجد قتل للمرتد. على سبيل مثلا سليمان تقلم إلى الهدهد. الهدهد هو عبارة عن طير، هن نكروا هالشيء. أوكي. بالنسبة لأخت راشا قالت تغيير الفكر، كيف نغير الفكر والآيات القتل بالقرآن، والقرآن هو كلام الله؟ كيف هي يعني مش ممكن يصير في إصلاح في الدين الإسلامي؟ وشكرا. شكرا لك. طيب أنا راح أنتقل لموضوع جديد، راح لمحب. أول شيء، ما هو الفرق بين السعودية وبين داعش؟ السعودية دولة إلها سفراء في أنحاء العالم، دولة عندها مصاري كتير وإنتاج بترولي. داعش حركة جديدة، قالت إحنا دولة الخلافة وكل على كل الدول الإسلامية أن تخضع لهذه الدولة. ما الفرق بين السعودية وداعش إذا كان في إصلاح بين الاثنين؟ السعودية على ما يبدو أن السعودية يعني رجعت شوية عن الإسلام، فعشان كده قامت داعش حتى تنهض الإسلام. أوكي. في يعني في استخدام آيات آيات الله، آيات القتال، آيات النكاح، آيات المتعة. فكروني بالجد اللي كان تعرض عليه النبي، كان قال له يعني اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر، فقال له يا حضرة النبي أنت عارف أنا مغرم بالنساء، فصعب علي، بلاش تطلعني، أنا لما بشوف النساء بتعب وعصابي بتتعب وحاجات زي كده. بتوع داعش مش محتاجين، هم يعني مش بس هم بيسبوا بنات الأصفر في المنطقة اللي هم عايشين فيها وبيرجعوا للإصلاح الحق، لكن كمان في بنات مؤمنات مجاهدات حافظات فروجهن مخصوص لأبناء داعش، فبيروحوا هناك ويعيشوا حياة المتعة مع بعض. داعش هو صحوة حقيقية، رجوع حقيقي. داعش هو إصلاح للإسلام الذي فسد. السعودية بتحاول تكون مودرن، بتحاول تكون يعني ولو اني عايز اقول لك على حاجه، كل اللي بيحصل ده الفلوس بتاعته من في البدايه وفي الاصل وفي الاساس كانت فلوس البترول من دول الخليج عموما. يعني كل هؤلاء كانوا يدعموا هؤلاء المجاهدين عشان ينشروا الاسلام في الارض، ودلوقتي تنصلوا منهم. هم مش بس تنصلوا، لكن يعني بصراحة أنا في بعض الحاجات والمشاهدات اللي شفناها في من الأقمار الصناعية بتوري لك قد إيه مستوى الانحدار الإنساني. ما بقاش الإنسان إنسان عند داعش، بقى حاجة تانية في على جميع المراحل، على جميع المصاعد، في جميع الأفق، في جميع الحياة. كنت بتتكلموا من شوية، تسمح لي أن أنا بس أعود لحظات بمناسبة الإصلاح، أعود لفكرة الحجاب. لو حضرتك عايزين نعمل إصلاح بالنسبة للحجاب، مش بس إن إحنا نتحجب، أمال نعمل إيه؟ لو إحنا عرفنا أسباب نزول آية الحجاب، إن أزواج النبي زي ما جاء في رواية أم المؤمنين الطفلة عائشة اللي جي كلامها في حديث البخاري، مصدر في المصدر بتاع الكلام ده في البخاري حديث رقم 146، بيقول لك إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نسائك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألقد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. طب عشان نعمل إصلاح، نلبس النساء حجاب ولا نخليهم يتبرزوا في صعيد أفيح؟ لازم نكسر التولتات اللي عندنا في البيوت. لا، المسلمين لازم عشان يصلحوا من حالهم ومن دينهم لازم كل الحداثة، التولتات الحديثة والأبواب الموجودة على التولتات دي وكل هذه الأمور لابد أن يعني نفجرها، وبعدين يرجع النساء يشوفوا لهم حتة كده بالليل يروحوا يتلموا مع بعض زي ما كانوا أمهات المؤمنين يطلعوا مع بعض كده في حتة يعني واسعة بالليل، ويروحوا يتحجبوا عشان ما حدش من الشباب اللي بيعكسوهم زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف الست دي من الست دي من الأخت دي من الأخت دي. فأدي عشان نصلح المجتمع الإسلامي، عشان يبقى فيه إصلاح للإسلام، لازم نرجع لعصر النبي، لازم نعاصر النبي، لازم نرجع لأكله لشربه لكلامه لحديثه لأفكاره لمحبته للنساء لمحبته للقتل لمحبته للسرقة والغزوات لمحبته. هو ده الإصلاح، غير كده ما بقاش إصلاح. انت عايزين تقولوا ايه؟ عايزين تقولوا ان احنا نعمل إسلام بدون إسلام؟ ما ينفعش. alright، الله يطمنك. طيب، انا عندي اتصال من السويد. اهلا وسهلا، تفضل. اتصال من السويد، اهلا وسهلا، تفضل. الو. ايوه تفضل، انت معي على الهواء. الو، انا احيي برنامجكم واحيي قناه الاراميه. وطبعا الاسلام هو اصلا الاسلام يراد اصلاح جذري، لان اصلا الاسلام هو مبني على شيء يعني اسمه محمد والقران. هو اصلا محمد هو يعني انسان كاذب يعني. وثاني شيء يعني خلني ازيدك يعني معلومه، انه الاسلام انا كنت بالعراق زين وشردت من الاضطهاد بالعراق، لان اردت اصير مسيحي انا وعائلتي وما قدرت. المهم، فالاسلام محمد والشيوخ المسلمين يسلطون السيف على الناس، فما يقدرون الناس يحجون يعني. وثاني شيء، الاسلام اصلا يعني بدعة، انا اعتبرها كذب يعني. كذب يعني يا اخي، كذب الاسلام. محمد ما ادري منين جاب هاي الاسئله. محمد كاذب، شيطان، ساحر، يا اخي ما اعرف منين جاب هاي الامور يعني. حجاب وما اعرف شنو، يا اخي يعني ما اعرف يعني. الاسلام ما ينصلح. وانا اشكركم طبعا. اهلا وسهلا فيك. طيب مروان، تسمح لي؟ هذا من السويد، مش مروان، واحد غيره. سعد أوكي. اسمه. يا اوكي، انا فكر لانه هو بيتكلم عن الاسلام، هو كان مسلم. انا كنت حاب اعرف شو الخطوه اللي بعدها، شو اللي سوى؟ أوكي. ترك الاسلام وظل، ولا شو اللي أوكي. صار معه؟ طيب، انا في ذهني اجى سؤال ثاني، واحنا بنتكلم عن هل طريقه الاصلاح، واحنا شايف ان طريقنا الى رحيل طريق مسدود. فالسؤال الثاني راح يكون: أعرف أن مصر عندهم برلمان وعندهم new constitution، دستور جديد، وبيقولوا عندنا ديمقراطية، ونفس الشيء في إذا كان في تونس، إذا كان في المغرب دولة ملكية، الأردن، كل الأنظمة العربية الموجودة حاليا، إلا لو رحت يمكن للسعودية، ما عندهمش برلمان، عندهم مجلس شورى، ما عندهمش نظام قضائي، عندهم شريعة، أئمة بيجتمعوا مع بعض ويشرعوا من غير أي قوانين قضائية، بيرجعوا للشريعة. لكن أغلب الدول العربية بتقول إن إحنا دلوقتي في طريقنا إلى الديمقراطية، طريقنا للإصلاح، وعندنا برلمانات، وعندنا برلمانات، وعندنا إخوة منتخبين رسميا من الشعب علشان يصلحوا أمور الدولة، ولا سيما اللي حصل في مصر لما السيسي اجتمع مع كل شيوخ الأزهر وقال لهم لازم تصلحوا الخطاب الديني، ولازم تعملوا هيك وهيك وهيك. أروح للأخت رشا وبعدين أرجع للأخ شاند. يعني طبعا احنا نرجو ذلك، بس يعني عندي بعض
التحفظات أيوه. على هذا التغيير. يعني السيسي الرئيس بتاعنا فعلا عنده بيحب التغيير وعنده الاتجاه ده في التغيير. بل هو قال الكلام ده في الأزهر وراح وبادر وراح الكنيسة وتقابل مع البابا في الكنيسة وعيد على المسيحيين وكل الكلام أيوه. ده. هل المشكلة هي كانت في رئيس الدولة فقط؟ يعني هل رئيس الدولة يستطيع ان هو يحول مسار الدولة كلها؟ بصراحة احنا كمسيحيين احنا بنصلي من اجل السيسي علشان يقدر ان هو يقف في مواجهة التيار الوهابي اللي غزا مصر لسنين عديدة. حضرتك كلمت وقلت نقطة اللي هي كانت الدول زي مثلا مصر زي العراق زي سوريا زي باكستان زي أفغانستان كانوا ما لبسوش حجاب وكان صورهم في السبعينات كانت مختلفة تماما عن ما حدث الآن في غزو الوهابي شوارع الشرق أوسطية أو شمال أفريقية. كان الشيخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن تاج سنة 54 بنته ما بتلبس حجاب. نوال السعداوي كانت واقفة وبتقول أنا لا يمكن أحط الحجاب ده على راسي. ليه؟ لأن الناس دي كان عندهم فكر وهذا الفكر بيقول إن الآيات القرآنية التي لا تتماشى مع عصري هذا لابد أن أضعها في مكانها. فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش ان انا اخد تشريع بتاع 1400 سنة لورا احطه في دولة مدنية حالية واحنا في سنة 2016. مش منطق. لكن انا عندي تحفظ ايضا على الايات الموجودة في القرآن. يعني هناخدها نمسحها بأستيكة. ما الايات بتقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما يعني التشريع الجهاد نزل على 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الكف عن المشركين والإعراض عنهم. ثاني مرحلة إباحة القتل من غير فرض القتل. ثالث مرحلة فرض القتل على من يقاتلك فقط. رابع مرحلة واللي هي ثبت عليها الإسلام اللي هي قتال جميع الكفار من كل الأديان وإن لم يبدأوا بالقتال حتى يسلموا. فأنا بالتالي أنا عندي تشريع، أنا عندي هنا هو مراحل تشريع الجهاد أحطها فين؟ هل هم عندهم القدرة أن هم يقولوا الـ الآيات دي مجمدة مجمد تشريعها؟ عندهم الإمكانية أن هم يعملوا توعية للشارع العربي أو الشارع، أنا مش هقول على العربي لأن مصر مش عربية والعراق مش عربية وسوريا مش عربية وشمال أفريقيا إذا كانت مغرب وتونس والجزائر مش عربية. فبالتالي هل هم يقدروا يقولوا احنا هنحط هذه الآيات تشريع هذه الآيات على جنب وهنلغي تشريع هذه الآيات وفرض على الواقع الحالي؟ هل في إمكانية لهذا الكلام؟ انا بأناشد بصراحة الناس المستنيرة مع ان احنا هنا هو احنا بنطلع ونقول ان ده مش ممكن. لكن ليه مش ممكن؟ لو وجد ناس قدروا يقفوا وقدروا يغيروا المجتمع الإسلامي ليه لأ؟ احنا نفسنا ان يكون في تعايش، احنا نفسنا ان يكون في لغة حوار، احنا نفسنا ان يكون في إمكانية لوقف هذا النزيف من القتل اللي موجود في سوريا والعراق واليمن وغيرها وبيحصل على مر السنين وكانت الحروب من بداية الإسلام إلى هذه اللحظة. هل يوجد؟ احنا بنكلم المسلمين بنقول لهم هل انتوا عندكم الامكانيه؟ هل تقدروا انتوا تحركوا المجتمعات دهيت؟ القران والاسلام كتشريع وكعقيده بصراحه لا يمكن. لكن في امل في البني ادمين، في انسانيه الانسان، مش في التشريع الاسلامي. في امل في انسانيه الانسان. لسه سؤالي، هل الديمقراطيات العربية الموجودة حاليا هي طريق للإصلاح أم أنها فقط صورة خارجية؟
طبعا صورة خارجية، من الواضح ان هي صورة خارجية، يعني ما فيش اي بادرة من بوادر الاصلاح. بقول لحضرتك الزند نفسه كان واقف ضد تغيير مادة تعديل مادة ازدراء الاديان، وكان بيتبعت له يعني كذا مرة يعني كذا عريضة لإخراج الأطفال المنيا، الأربع أطفال اللي اتحكم عليهم ب5 سنوات، ولم يوافق، وهو وقع في شر أعماله وقال بسبب كلمة أن هو سيدخل النبي السجن إذا أخطأ. وهو طيب، ما هو انقلبت على دماغه افكاره، يعني ماده زي ماده ازدراء الاديان الموجوده في بلادنا العربيه دي، ما دي بتخلق كل فكر مستنير. هل ده هي تتماشى مع الديمقراطيه؟ ما فيش اي قوانين في بلادنا العربيه، وان كانت مش بنتكلم على حكم الشورى اللي موجود في السعوديه، انا بتكلم على البلاد العربيه يوجد فيها مواد ازدراء اديان بتحجم الفكر المستنير، حتى لو كان فكر بيحاول ان هو يطلع من الفكر الإسلامي بشيء حتى مش موجود جواه، بيتماشى مع الإنسانية، مش بيتماشى مع الفكر الإسلامي، مش بيتماشى مع التشريع، بيتماشى مع إنسانية الإنسان. مش هيطلع ولا عمر الديمقراطية هتوصلنا النتيجة غير أما احنا نتخلص من القوانين اللي بتحجم الفكر وحرية التعبير عن الرأي وتغيير الأديان. وفي كان ناس بينادوا فيها في مصر قريب، بيقول القوانين اللي بتحجم الفكر دي عاوزين نشيلها. أقلية الناس اللي بينادوا بالكلام ده، ناس المستنيرة فقط على البرامج التلفزيونية وبعض الكتاب، أقلية قليلة بيكتبوا أو بيوصلوا يعني بيوصلوا آرائهم، لكن ده محتاج توعية داخلية في داخل المجتمع علشان المجتمع يترابط. أما إحنا دلوقتي بنقول للمجتمع إزاي هيترابط وهو مفصول، واحد مسلم واحد شيعي واحد مسيحي، إزاي هيترابط المجتمع؟ إزاي يبقى نسيج واحد؟ هيبقى يتقدم إزاي المجتمع وهو أصلا مشتت في داخله؟ الديمقراطية ليست هي الطريق، الطريق هو التوعية الغير دينية، التوعية المجتمعية. شكرا. نفس السؤال، كل الديمقراطيات العربية هل هي تدعو للإصلاح أم أنها ستصل إلى طريق مغلق؟ أساسا الإسلام يصطدم مع الديمقراطية. هي. لو تلاحظ كل اللي بيطلعوا يريدون يطبقون الشريعة شالين يفط لا للديمقراطية، والديمقراطية هذه مش عمل هذا الإنسان. عمل الكفار وليس عمل الإنسان، مو عمل الإيمان هذا. المصيبة أختنا رشا تكلمت عن ازدراء الأديان، وهذا القانون اللي يستغل في مصر لأذية المسيحيين أو حتى اللي بينادوا بالإصلاح مثل إسلام البحيري وفاطمة نعوت. من هو المزدري بالأديان؟ ما القرآن هو أول من ازدرى بالأديان، القرآن هو أول مزدري بالأديان، هو اللي يتكلم عن اليهودية كلام غير صحيح، وتكلم عن المسيحية وعاب على عاب في الأديان. المسيح قال ما أتيت لكي أنقض بل لكي أكمل، ولم يعيب في موسى ولا في شريعة موسى، على العكس هو أجى تممها. لكن محمد لما أجى وقرآن محمد عاب على المسيحيين وعلى اليهود، وهو أول من ازدرى بالأديان. وإذا نريد ندخل على تفاصيل في القرآن وما قالوا على المسيح، يقول عن في آية قرآنية يقول يهلك المسيح وأمه هم يأكلان الطعام، وإذا بتروح على التفاسير يقول مثل الحيوانات، أو حتى شو قال المفسرين عن حمل مريم بالمسيح، وكيف كلام بذيء، يعني تعرف نفسي أن أذكره أصلا. فمين اللي بيزدرى بالأديان أساسا؟ القرآن هو أول من ازدرى، فليحاكمون القرآن. طيب إذن بتقول لي أن الديمقراطية دي إلى باب مغلق. الديمقراطية نظام اجتماعي يهدم الإسلام. الإسلام قائم على أنه دين ودولة، لو الدولة هذه ما تحمي هذا الدين، الدين هذا رح يوقع. أعطيك مثال، أنا وهذا التحدي خلي كل الحكومات العربية والإسلامية تسمع وخلي تطبق، بدهم ديمقراطية، شيلوا خانة الديانة شيلوها من البطاقة الشخصية وخلينا نشوف قديش عدد المسلمين بعد شهر، وخلينا نشوف منهم من المسلمين رح يبقى مسلم. ما
الدولة هذه هي اللي تحافظ على الإسلام. ما الإسلام إذا الدولة ما تحافظ عليه، شو اللي يدخل القانون المصري في الدين الإسلامي؟ أطفال بيمثلوا اللي بتسويه داعش، يعني داعش اللي تسويه حلال، ولما يجي طفل مصري يمثلون اللي بتعمله داعش يصير هذا ازدراء بالأديان. طب ما تحكموا داعش، طيب ما الأزهر ما لم يكفر داعش. بعدين بالنسبة للسعودية، حضرتك حكيت يا ريت أنا لأن محصورة بقلبي السعودية ما فرق عن داعش، ما السعودية تقطع الرقاب وتقطع الأيادي يقطع الرقاب. وإذا داعش مو من الإسلام، ما هي داعش كل اللي بتسويه سواء محمد. طيب قطعت الرؤوس، محمد قطع الرؤوس، قطعت الأيادي والأرجل، محمد قطع الأيادي والأرجل، حرقوا الناس ذلك. محمد حرق الناس وعلي حرق الناس وقتلوا كل مخالف، والمسلمين هم من أول من قتل المسلمين. هات لي من التاريخ الإسلامي ناس مسيحيين أو يهود راحوا هاجموا المسلمين. أول ما الإسلام صار كدين، أول الحروب اللي صارت ما بين المسلمين قتلوا بعضهم البعض وسبوا بعضهم البعض ونهبوا، وهذا هو ديدنهم لغاية اليوم. إذن سؤالي حاليا، لا يمكن أن تلتقي الديمقراطية مع الإسلام أو مع السؤال لا الثاني يمكن. أنت ذكرت حاليا السعودية وداعش. نعم، السعودية ما بتلقى حدا يهاجمها، احنا بس بنهاجم داعش، مع أن السعودية تفعل ما يفعله داعش، بتنادي بقطع الرقاب، بتنادي بقطع الأيدي والأرجل في الميادين العامة، بتنادي بالشريعة اللي بتنادي بهذا. شو الفرق؟ العالم كله له علاقات مع السعودية والعالم كله يرفض داعش، ما الفرق؟ إذا بتلاحظ الآن الـ بأمريكا بدوا يعني يناقشوا مسألة السعودية والأموال السعودية عمت عيون الناس، لأنها على الأقل المرأة في داعش تسوق سيارة، المرأة في السعودية لا تسوق، لا تسوق سيارة. مو بس هيك، يعني حتى هل المجتمع السعودي مع هذه الأموال الطائلة والرخاء والنمو والتكنولوجيا الحديثة بين أيديهم لغاية اليوم، هل يعني عمل شيء، عمل قفزة في الإنتاج، في الاختراعات، في لا يوجد. السبب لأنه هذا المجتمع كيف ينمو ويزهو إذا كان هو أساسه الإسلام وعقيدته الإسلام؟ يعطيك مثال، كل شيء يصير الآن، شوف مثلا عندك كل شيء يصير قال لك ماذا رأي الإسلام، العلماء اخترعوا أنابيب الأطفال، الأنابيب. أيوه. تلاقي المسلمين بالشرق الأوسط ما رأي الإسلام شرعا وقانونا في أطفال. طب أنت شو، مين اللي سأل على شرعا، ومين سأل على رأيك؟ العلماء عملوا واشتغلوا على هذا الأمر، أنت كل شيء بدك شرعا وقانونا، هات لك أي شيء، هل هذا حلال ولا حرام؟ هذه مسألة الحلال والحرام في الإسلام، هذه مصيبة. لذلك اليوم الإسلام يحارب التقدم العلمي، يحارب التقدم الثقافي، يحارب الديمقراطيات، يحارب كل شيء. بعدين هل كانت الحاكمية الإسلامية حاكمية ديمقراطية؟ لم تكن. في يوم من الأيام كانت ديمقراطية. هل عملوا اختراع لما مات محمد؟ هل عملوا اختراع وأخذوا أصوات الشعب من يكون خليفة؟ ولا اجتمعوا شوية مسلمين وقال لك اللي أحلى شيء لما يجتمعون قال لك اللي يخالفكم بالرأي اقطعوا رأس اللي يخالف. شو هاللجنة اللي تختار خليفة اللي إذا ناس تخالف يقطعوا رأسهم؟ يعني مش عارف وين الديمقراطية بالموضوع. برضو برجع بحديثي حاليا، اذا في بنقول بالانجليزي على هايبوكراسي. اذا كانت السعوديه بتفعل ما تفعله داعش وداعش تفعل ما تفعله السعوديه، اذا حاليا في العالم الذي نعيش فيه في شو الهايبوكراسي باللغه العربيه، ان هي يعني احنا واقفين مع جنب السعوديه لانها دوله ولها سفراء ولها تمثيل وعندها اموال. لكن داعش هذه جات منظمه حديثه مع انها بتنادي بالخلافه، بتنادي بالاصول الاسلاميه، ونفس نظام السعوديه. شيء يعني شيء. اخ محب عندك اي تعليق؟ عايز اقول انه الذي يحتاج الى الاصلاح ليس الاسلام بل المسلمين. اورايت. يعني اذا احنا فعلا عايزين يعني ناخد بايد المسلم
عشان يرتقي إلى المستوى اللي أنت بتتكلموا عنه، التكنولوجي والتطور والعلم يعني الإنسانية، عشان عشان المسلم يصل إلى هذا المستوى. فلابد أن نصلح المسلم وليس الإسلام. وهنصلح المسلم إزاي؟ أرجع بحديثك اللي أنت قلته زمان خالص من حوالي كام دقيقة كده، لما اتكلمت عن أتاتورك. أتاتورك لما أصلح تركيا لم يصلح الإسلام، لكنه أصلح المسلمين. في أنه غيب المسلمين، أو مع صح غيب الإسلام عن المسلمين. ففي الحالة دي تطور المجتمع التركي وتقدم. بصراحة يعني زي ما الأخت رشا قالت، وزي ما أخويا شانت قال، وزي ما حضرتك قلت، أنا عايز أفكرك بحاجة. هو الله في لما إدى لموسى الوصايا، أيوه، إدى له الوصايا عشان خاطر صلاح الإنسان. أولا صلاح الإنسان في علاقته مع الله، أيوه، وصلاح الإنسان في علاقته مع الإنسان، وصلاح الإنسان في علاقته مع البيئة، مع المجتمع اللي هو عايش فيه. أيوه. ماذا فعل الإسلام؟ الإسلام كسر كل الوصايا. عشان ولو بين ساعد المسلم أن يكون إنسان متصالح مع الله، ومتصالح مع نفسه، ومتصالح مع المجتمع اللي عايش فيه، لازم يعني نسحبه من جوه هذه البوتقة، أو جوه هذا الإناء المغلق المظلم اللي هو إناء الإسلام. لازم نطلعه بره، لازم نعرفه على الشرائع الحقيقية، لازم نعرفه على الوصايا الربانية الحقيقية. الله في محبته أعطى للإنسان وصايا. نعم. فلو حبيت ان انا يعني احط قدام حضرتك بعض الوصايا، هلاقي الكلام ده مثلا. اول وصايا بتقول لا يكن لك آلهة اخرى امامي. أيوة. هل يا ترى المسلم بيعبد الله فقط؟ هل فعلا لا يشرك بالله؟ وفي كل مرة يتكلم يجيب سيرة النبي يصلي الله عليه ويسلم. أيوة. يا ترى هل الاله هو الله، ولا الاله هو محمد اللي قاعد كل اليوم 24 ساعة على مستوى كل العالم، كل مسلم يجيب سيرة النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يروح الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي. فهنا خد حاجة تانية، الكعبة. هل الكعبة دي يعتبر يعني وسن؟ هل الكعبة تعتبر حاجة يعني المسلم بيتجه إلى الكعبة ويبوس الحجر ويستخدم الثلاث حجرات ويقبل الحجر ويضرب بالحجر وكل حياته حجر في حجر؟ هل الحجارة دي ليها حاجة تانية؟ هل تعتبر شريك لله؟ تغفر الخطايا ولما تروح تبوس الحجر ترجع مغفورة لك خطاياك كأنك لسه مولود؟ هل الإسلام يعني شرع القتال؟ أصبح القتال شريعة؟ أصبح القتال ويعني عايز أقول إيه؟ بقى جزء من التشريع الإسلامي. القتال، الوصية كانت بتقول الله لما حب يصلح الإنسان في العلاقة مع أخوه الإنسان، ألا تقتل، ألا تزني، ألا تسرق. هل الإسلام بتعاليمه سمى بالإنسان فخلاه يقتل ولا لا يقتل؟ للأسف خلاه يقتل وجعل القتل شيء محبب. هل الإسلام دفع الإنسانية إلى الزنا ولا إلى البعد عن الزنا؟ للأسف الإسلام الشكل الخارجي بيقول إنه ما فيش زنا، لكن في واقع الأمر لما ينكح المسلم ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبعدين لو خاف يعني ما يعدلش قوي يبقى فواحدة أو ما ملكت. طب الملكات اليمين دي لما كم؟ واحدة واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، مفتوحة. يعني ده ايه ده؟ ايه العلاقات المتعددة دي؟ تبقى ايه بالظبط؟ ده عبارة عن زنا مقنن. فاحنا عشان ناخد بإيد أخونا المسلم وعشان نصلح الإسلام، لا لا لا، احنا عايزين نصلح المسلمين وليس الإسلام. نبعده عن الإسلام، نبعده عن الوصايا المحرفة، نبعده عن الضياع اللي محمد وكتاب الوحي بتوع محمد حطوا المسلم فيه. عشان يصلح الإنسان المسلم لابد أن يترك الإسلام. شكرا أخت رشا. طبعا أنت سمعتي الأخ محب بيبدأ الإصلاح بإصلاح الفرد المسلم نفسه، بس أنا أرى أني لو أصلحنا الفرد المسلم بنبعده عن الإسلام وبعدين راح تكون في مشكلة. شو رأيك؟
طبعا احنا لو اصلحنا المسلم يبقى احنا مش هنصلحه بخطاب ديني، لكن هنصلحه بخطاب مجتمعي. ايوه الخطاب المجتمعي هو ان انا ابتدي اعمل توعية في المجتمع للقومية، للانتماء للبلد، زي الانسان يكون عضو فعال في مجتمعه بحيث ان هو يبني مجتمعه، وده بعيدا تماما عن الدين. وهو لو هو بيعمل خطاب ديني ما هيعمق فيه الفكر الاسلامي، وبالتالي هيصطدم مع التشريع وهيصطدم مع الايات القرانيه وهيصطدم مع الاحاديث. وضع الإسلام داخل الجوامع، ووضع المسيحية داخل الكنائس، ووضع البوذية داخل معابدها، واليهودية داخل معابدها، ده بينشئ مجتمع صحي يقدر إن هو يتعامل مع الآخر. لكن هقول لحضرتك على حاجة، الوضع الذي يحدث الآن في أماكن زي العراق، زي سوريا، زي اليمن، أنا أؤمن إن كل الأشياء تعمل معا للخير، ايوه وإن الرب يحول كل لعنة إلى بركة. ربنا يتراءى في هذه المجتمعات، لأن المجتمعات دي رفضت دخول المسيح فيها بالتبشير، إن هي تخبر عن البشارة المفرحة. فبالتالي الله سمح في بوجود هذه المآسي، وإن إن يبان الإسلام على حقيقته، علشان الناس دي تبتدي إن هي عينيها تنزل القشور والعمى على العينين والأذهان، علشان تبتدي تستعلن إنجيل المسيح. الله يعني هو إله متحكم في كل هذه الأمور، وعشان كده حتى وإن كانت داعش وغير داعش والقاعدة وغير القاعدة بيروجوا الإسلام الإرهابي والإسلام الحقيقي اللي الناس المسلمين لا يوافقون عليه، المعتدلين لا يوافقون عليه، وهم لا يعرفون ان هو دي حقيقة اسلامهم. لكن انا اؤمن ان المجتمعات اللي حصلت فيها هذه المآسي الله كان بيوصل بكلمته وبإنجيله وبشارته المفرحة لكل قلب واحد، وبيوريله هذا الدين اللي هو كان بيبذل نفسه من أجله وبيدافع عنه لآخر قطرة في دمه، وبيقول بأبي أنا وأم يا رسول الله، يعني بيفدي الرسول بأبوه وأمه. ليه؟ لأنه متخيل إن الرسول دوت هو يعني القدوة الحسنة اللي هتغير حياته، هتغير المجتمع بتاعه. لكنها وفاجأ هم وفاجئوا إن هم بتنتهي حياتهم في مآسي وإرهاب وموت وقتل، وقتل بشكل شرس، وناس بتفقد آدميتها بان هي بتقتل اخواتها المسلمين اللي زيها، مش بتكلم حتى على المسيحيين، بيقتل الانسان كانه بيذبح دجاجه او بيذبح ارنب، او فقدانهم للانسانيه. انا اؤمن ان في وسط هذا العنف وهذه القسوه والوجه الحقيقي للاسلام، انا بؤمن ان الله يصل لناس كتيرة. وأنا بدعو كل واحد مسلم سواء في هذا المكان اللي هو المكان اللي فيه القتل وسفك الدماء، أو في مجتمع مختلف، في مجتمع يسمع عن هذه الأمور من خلال الميديا، أنا بدعو كل إنسان أنه يقف أمام نفسه يعني بأمانة أمام الله، ويقول له يا رب من أنت؟ أنا عايز يا رب، أنا أريد إنك أنت تظهر لي نفسك، أنا عايز يا رب إن أنا أعرفك أنت، هل الإسلام اللي أنا فيه ده صح؟ أم أنت مين؟ مين أنت أيها الخالق؟ الله يريد أن يصل لكل إنسان، يريد أن هو يصل لكل قلب، يريد أن يغير
كل قلب وبيقدم قارب رسالته على الانتهاء. لكل إنسان. شكرا. قبل ما ننهي برنامج اليوم بسرعة، هل هناك شاول الطرسوسي في الإسلام ليصبح بولس الرسول؟ أنا أستبعد هذا الأمر لسبب معين، أنه في الإسلام ما الآن مثلا إسلام البحيري الناس شايفيه وكأنما هو شاول الطرسوسي، لكن هل الله يستطيع وغير أن يأتي بشاول الطرسوسي المضطهد العنيف الغاضب ويحوله من هذا الغضب والحق؟ المشكلة بالنص القرآني، المشكلة ليس في الناس، لأن ما لو مهما تجيب شخص مهما كان هو عنده أفكار نيرة وعنده أشياء ما أردي، المسلمين نفسهم أول ما راح يحاربوا وراح يقولوا له هذا ليس من الإسلام وأنت كافر وأنت ما عندك، وقف على قدمي بعدين. بس بولس استند إلى الإنجيل. طيب هذا اللي بحكي عليه. هل ممكن أن تصبح المعجزة ويتحول الطرسوس شاول الطرسوسي إلى بولس الرسول؟ لا ما بعتقد، لأنه اللي بده يدخل في هذا الأمر عشان يصلح يصلح بحسب القرآن، والقرآن هو من يعني تعرف أنت، القرآن هو مثل ما واحد يربي مسخ وعاوز هذا المسخ يكون مؤدب وكيوت وحلو. روح المحب بسرعة وقتنا انتهى. هل هناك شاول الطرسوسي الذي سيصبح بولس الرسول في الإسلام؟ واحنا بنقول ان في كثير ناس خرجوا عن الاسلام، ولا سيما في الاخبار الحاليه في المانيا، وهناك دول متعدده من المسلمين ابتدوا يفكروا زي ما قالت الاخت رشا ويرجعوا الى الله. نعم فضل. انا شخصيا بصدق، انا بصدق لانه يعني الله يطلب مثل هؤلاء. الله زي ما تعامل مع شاول، وما حدش كان يفكر، حتى نفس التلاميذ كانوا بيخافوا منه لما بقى شخص متغير ينفس تهددا. التلاميذ نفسهم رفضوه، ازاي ممكن ده؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. آمين. والله يقدر يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه. شكرا. رشا دقيقه واحده، هل ممكن هناك ان يكون شاول الطرسوسي ليصبح الكارز بولس الرسول؟ طبعا ممكن، لان الرب يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. والله يستطيع ان هو يصل لقلوب الناس ويحولهم من ناس ضد المسيح لناس بتبشر عن المسيح. وانا اقدر اقول ان انا واحد زي شاول الطرسوسي، انا جئت من الاسلام والان ابشر باسم ربنا يسوع. أمين. المسيح. أمين. ونفسي كل اهلي ان هم يرجعوا الى الرب يسوع المسيح. امين. شكرا اخ محب، شكرا اخت رشا، شكرا اخ تشاند. اعزائي المشاهدين، شكرا لاجل مشاهدتكم لهذه الحلقه، وابقوا معنا في حلقه اخرى بعد قليل، وإلى أن نلتقي وإياكم أترككم في رعاية القدير.